السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف من قناه التركي للسيارات. طبعا اليوم احنا موجودين في معرض التركي للسيارات، راح نغطي لكم هونداي سوناتا موديل 2020 فئه الستاندر محرك 2000 سي سي. بلاتي قبل ما نبدا نتكلم عن هونداي سوناتا، راح نعطيكم نبذه بسيطه عن معرض التركي للسيارات عن طريق البيع والشراء في معرض التركي للسيارات. طبعا موقع المعرض مكة المكرمة طريق السيل شارع الملك فيصل بالتحديد بالمعاسم. بالنسبة لطرق البيع والشراء في معرض التركي للسيارات فموجود للنقد أو التأجير أو التكسير. بالنسبة للنقد اللي هو الكاش، أما بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك أو التكسير اللي هي المرابحة فمعتبرين لدى بنك البلاد وبنك الراجحي بالإضافة لبنك الأهلي. أما بالنسبة لشركات التمويل أو شركات المرابحة فمعتبرين لدى بنك المعدلة، فمعتبرين لدى شركة الجاسرية وشركة الجبر بالإضافة لشركة المتاجرة، ولا ننسى بعد التيسير واليسر بالإضافة لشركة إجارة وشركة تهجير التمويلية وشركة الجبر وشركة عبداللطيف جميل المتحدة. طبعا العميل له الخيار الأول في اختيار الشركة أو البنك طبعا حسب شروط والأحكام في البنوك أو الشركات. طبعا لكل شركة أو بنك سياسة معتمدة، فمثل ما قلنا لك الخيار الأول في اختيار البنك أو الشركة. والحين راح نتكلم عن منافسات هونداي سوناتا. طبعا من أكثر منافسات هونداي سوناتا بالدرجة الأولى تويوتا كامري وهوندا أكورد بالإضافة لإنسان ألتيما وكيا أوبتيما، ولا ننسى بعد مازا 6 وشيفروليه ماليبو. طبعا هوندا سوناتا في 2020 حصلت على تغيير جذري، طبعا الشكل القديم أو 2019 هذا هو الشكل القديم لهوندا سوناتا 2019 والشكل الجديد ل 2020. تغيير جذري بالنسبة للداخلية والواجهة الأمامية والخلفية. طبعا بالنسبة لفئات هونداي سوناتا في 2020 تقريبا جاية 5 فئات أو 6 فئات. طبعا 2000 سي سي جاية فئة ستاندر فئة واحدة هي، أما بالنسبة لباقي الفئات فجاية محركة 2500 سي سي وأسعارها متفاوتة، تبدأ من 83,000 ريال انتهاء ب 123,000 ريال. والحين راح نبدأ نتكلم عن مواصفاتها الخارجية. بالنسبة للمحرك 2000 سي سي دفع أمامي 4 أسطوانات، بالنسبة للأحصنة 155 حصان، نظرة سريعة للمحرك 2000 سي سي دفع أمامي 4 أسطوانات، بالنسبة للأحصنة 155 حصان تقريبا. الأحصنة نجي لمواصفاتها الخارجية. طبعا شبك الأمام المطلوب باللون الأسود الجامد، وشريط كروم الممتد من بداية الصدام لآخره، الإضاءة العالية والواطية هالوجين، طبعا عدسة واحدة، زيت كورونا من بداية السيارة لآخره وجميع حوافها. طبعا إشارات بالمرايات، الجنوط مقاس 17 إنش مكحلة باللون الرصاصي،
بالإضافة لأنوار ليد خلفية وجناح خلفي وحساسات خلفية وكشاف غبار. هذا كشاف الضباب وإنارة الرئيس هذه وحساسات خلفية عدد 4 حساسات. مساحة التخزين جدا جميلة واسعة. طبعا بإمكانك تفتح الشنطة من المقصورة الخلفية للسيارة، هذه لسهولة الوصول فقط. نجي لتقييم استهلاك القوة فيها. طبعا بالنسبة لفئة 2000 سي سي تقييم استهلاك القوة فيها 15.5 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز. اما بالنسبة للي يقولون 2500 تقريبا استهلاكها اكثر، لا 2500 سي سي تقريبا استهلاكها 14.9 كيلو لكل لتر بنزين، يعني تقريبا فرق بسيط جدا. مثل ما قلنا هنا 15.5 كيلو بالنسبة ل 2500 14.9 كيلو، نقدر نقول 15 كيلو حتى لكل لتر بنزين. نجي لمواصفاتها الداخلية. بداية نتكلم عن المواصفات الخلفية، المقصورة الخلفية. هذه المقصورة الخلفية، مدخل USB أو 12 فولت، المعدلة، مدخل شحن، لابس نظارة من المنتبه بالتحديد، وفتحات تكييف بالخلف بالإضافة لتكاية وحاملات أكواب اثنين، النوافذ كهربائية. طبعا هذا شريط كروم. بالنسبة لإضاءة السقف فهيلوجين. طبعا المساحة الخلفية جدا جميلة وواسعة. طبعا هذا الكونسول الوسطي الدركسون. بعد كذا ننتقل معكم للمرتبة الأمامية. بسم الله. والحين نتكلم عن مواصفاتها الداخلية. نوقف الإشارة. طبعا الجير اوتوماتيك 6 سرعات. طبعا الحين الجير طبعا متغير عن الشكل القديم او عن 2019. الحين بس بضغط الزر RND والبي. مدخل 12 فولت، مدخل USB للشحن وللجوال. بالنسبة للمناخ فالمناخ موحد في السيارة، المكيف لمس، المعدل المكيف يدوي،
إضاءة السقف. هالجين مثل ما ذكرنا. للأسف ما فيها بيت نظارة أتوقع. إيه بدون بيت نظارة. للنظارة. نشوف الشمسات فيها مرايات ولا ما فيها بعد. إيه الشمسات بمرايات وإضاءة بعد. طبعاً واضح شريط كروم على الطبلون. بالنسبة للدركسون مثبت السرعة وعدد الرحلات، التحكم بعدد الرحلات والتحكم بالصوت. عدد الرحلات الداخلية والخارجية، فتح الشنطة. لكن وين تقريبا وين شايف فتح تانك البنزين؟ وين تانك البنزين؟ بالنسبة لعدد مكبرات الصوت في السيارة طبعا 6 مكبرات صوت. 2 2 بالمرتبة الأمامية، البوابة الأمامية للسائق طبعاً، و2 للراكب، و2 في المراتب الخلفية. النوافذ كهربائية طبعا. الإضاءة تحكم الإضاءة العالي والواطي هلوجين أوتو وليد خلفي. هذه مواصفات هوندا سوناتا 2020. الدركسون في حد مميز طبعا. هذا الريموت الدركسون فيها هيكل تقريبا. توني اركز في هذا. المهم فتحات التكييف جدا ضيقة تقريبا، مختلف عن الشكل القديم، لكن اتوقع نفس الاداء الشكل القديم. لأنه في التكييف فتحتها صغيرة لكن نفس الأداء. وبكذا أتممنا حلقتنا عن هوندا سوناتا من 2020. آسف احتمال طولت عليكم بشكل كبير بالمقطع، لكن الحب اللي هوندا سوناتا حبيت أفصلها لكم بشكل تفصيلي. في الأخير نتمنى دعمكم لنا بالقناة، ولا تنسوا اشتراككم بالقناة. كان معاكم يوسف من قناة التركي للسيارات. في أمان الله.